Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Comme vous savez, c'est un vidéo جديد ou درس جديد من دروس تعلم اللغه الفرنسيه. درس اليوم ان شاء الله تتم الدروس السابقه. الا كنتي اول مره تشوف القناه ديالي تنقول لك راه غادي تبقى القناه ديال امازيتي، الهدف ديالها تعليمي 100%. ما تنساش تابوني تفعل الجرس باش يوصلك ديما الجديد. اليوم ان شاء الله واحد الدرس مهم بزاف ديال لي كومونتير، بزاف ديال لي كيسون تيجيوني ابروبو هذا الدرس. هادشي علاش اضطريت انني نديرو. ديجا كنت درتو شحال هادي، مي بزاف فيكم ما شافوش. هادشي علاش قلت غادي نعاود نديرو بواحد لا فاسون اخرى، باش ان شاء الله غادي نحاول نسافلي بيكم باش تفهموا ان شاء الله. درس اليوم هو لا ديفيرونس اونتر لامبافي اي لو باسي كومبوزي. بزاف ديال الناس عارفين بان هاد الازمنه هادو بهم بجوج راه سو سون دي طون لي تينتميو لايش الباسي الباسي، زعما هما عباره عن ازمنه في الباسي في الماضي. اتفقنا هما عباره عن ازمنه في الماضي، مي باش يديروا لا ديفيرونس بيناتهم ولا يعرفوا لا ديفيرونس اونتر لي دو تيلقاو دي ديفيكولتي. هادشي علاش اليوم قررت انني ندير هاد الدرس هذا ونشرح لكم بواحد لا ميثودولوجي اللي هي سامبل وافيكاس باش تقدر توصل لكم المعلومه وتفهموا ان شاء الله، وما تبقاوش ديروا اخطاء. حاولوا تكونسونطرا معايا وركزوا، خذوا باختصاركم والحاجه اللي تستفيدوا فيها الدروس من الاحسن. انا ديما تنصحكم ان الدروس ماشي تتفرجوا وصافي تقول انا غير راني فهمت. الدروس خصهم يتقيدوا، الا ما كنتيش تقيد الدروس ما غاديش تستافد. حيت ان فوا تتساليتي تنسى لك داكشي. اي حاجه تعلمتيها قيدها باش تبقى ديما تراجع، ما تبقاش تقلب على لا فيديو فين هو ديك لا فيديو اللي كنت شفتو ديك المره، ما غاديش تلقاه. ركز معايا على داك السر. الوغ كيفاش نديرو نفرقوا بين هذا وبين هذا؟ ركز معايا. عندنا اول حاجه لامبارفي. عندي انت نحاول نقسم السبوره باش تفهموها نتوما. غنديرو لامبارفي لامبارفي، وعندي باسي كومبوزي. فرقنا. الو عندي لامبارفي عندي لو باسي كومبوزي. حنا خصنا نديرو، حنا خصنا كيفاش نديرو نعرفو الفرق بين هذا وبين هذا بكل بساطه. ساهل، ما كاينش حاجه اللي هي صعيبه. حاولوا تكونسونطراو معايا. عندي لامبارفي باسي كومبوزي، هادو بجوجهم ازمنه، بجوجهم عباره عن ازمنه تنتميو للباسي اللي هو الماضي. جوجهم ازمنه في الماضي، ولكن انا كندير الميز بيناتهم. انا نحاول نشرح لكم بطريقه بسيطه، انا نعطيكم في الاخر واحد التكنيك حاولوا تعقلوا عليه. دابا عندي لامبارفي. لامبارفي هو عباره تستعملوه، هو تنستعملوه فاش نهضروا على شي حاجه ابيتيا، شي حاجه اعتياديه، شي حاجه اعتياديه تنديرها في الماضي. اتفقنا؟ ولا اون اكسيون، اون اكسيون اون بروغريسيون دون لو باسي، ولا شي اكسيون ولا شي حدث تنديرو باستمرار في الماضي. الوغ هادو هما الاستعمالات، يا اما تنديرو فاش تكون شي حاجه اعتياديه مولف انني تنديرها، اتفقنا؟ ولا فاش نهضر على شي اكسيون على شي حدث تنديرو باقي تنديرو في الماضي، اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ هنا فين تنستعمل الباسي لامبارفي. باغ كونتخ الباسي كومبوزي هو شي حاجه باش تنستعملها في الباسي وتتسالي، تدوز غير في واحد اللحظه معينه وتتسالي وتبقاش نعاودها. فهمتوا ولا فهمتوش؟ انا هذا هو نورمالمون، هذا هو لا ديفيرونس بيناتهم. انا تنقول لكم بواحد الطريقه يمكن تعرف لو باسي كومبوزي اي لامبارفي. دابا الماضي، الماضي انت ركز معايا، شوف هاد جوج جمل نشرحهم لكم بالعربيه نديرو الترجمه مثلا باللغه الفرنسيه. شوف هاد جوج جمل، مثلا تنقول لك لعبت مع اخي، عندي جمله اخرى فيها كنت العب مع اخي. شوفوا معايا باش تفهموا، باش تفهموا علاش ندوي اكزاكتور. هنا عندي لو فيرب جوي، هنا في هاد لا فراز فيهم جوج في هاد لي دو فراز عندي لو فيرب جوي. مي هاد لو فيرب جوي هنا في هاد لا بروميير فراز مالو؟ راه لعبتو، لعبتو يعني حدث، حدث واحد في الماضي، حدث وداز. كاين ولا ما كايناش؟ حدث وداز دغيا دغيا في الماضي. لعبتو ما قاليش شحال لعبتو، واش نهار نص نهار ساعة ربع ساعة 10 دقائق، ما قال لي والو. اتفقنا؟ قال لي غير لعبتو يعني حدث داز في الماضي. ركزوا معايا في هاد الحدث الثاني، كنت ألعب مع أخي. كنت ألعب يعني المدة ديال اللعب، المدة ديال اللعب كانت طويلة شوية. علاش؟ حيت فيها كنت ألعب مع أخي، حيت فيها واحد الحدث اللي هو طويل، ما عرفناش حتى هو شحال، مي من الجملة باين بأنه حدث طويل، وهنايا تيبان لي بأنه حدث قصير. لاحظتوا ولا ما لاحظتوش؟ لعبتو، لعبت. اتفقنا؟ ما قاليش ما عرفتش أنا شحال، مي من خلال الجملة فهمت بأنه حدث قصير وداز. باغ كونطخ هنايا كنت ألعب يعني تستغرق مدة زمنية، يعني هنا تنهضرو شنو كاين هنايا؟ تنهضرو على واحد لاكسيون مالها أون بروغريسيون دون لو باسي، واحد الحدث مالو في استمرار في الماضي، فهمتوا؟ باغ كونطخ هنايا هنا دازت في لحظة معينة ودازت سالات، هذا هو لا ديفيرونس بيناتهم.
الوغ هذا هو لو باسي وهذا هو لو باسي لامبارفي هذا باسي كومبوزي وهذا لو باسي يعني امبارفي يعني الا جينا نديرو الترجمه لهاد لي دو فراز لعبتما اخي تنقول لك جي جوي افيك مون فرير هنا تنقولو جو جوي يعني في لامبارفي افيك مون فرير نتمنى ان لي دو فراز يقولو الفرق بيناتهم تكونوا ميزتو بينات انا التلاميذ ديالي فاش نبغي نشرح لهم لا ديفيرونس اونتر لامبارفي و لو باسي كومبوزي تنقول لهم واحد لا ميثود اللي هي سامبل هي ماشي قاعده مي تتسهل عليك انك تعرف فاش تبغي انت تقول جمله فيها كنت ديما داير لامبارفي علاش حيت لامبارفي نورمالمون لامبارفي هو فاش نبغيو نستعملوه في الاساس فاش نبغيو نعاودو شي حاجه فاش نبغيو زعما نديرو ديسكريبسيون ديال شي حاجه في الديسكريبسيون اغلبيه غادي نستعمل لك انا كنت صغيرا حينما كنت صغيرا كون جيتي بوتي فهمتوا ولا فهمتوش يعني هنا تنهضروا على لا ديسكريبسيون على الوصف فاش نبغيو نديرو لا ديسكريبسيون تنديرو لامبارفي يعني فاش تبغي تقول كنت دير لامبارفي شي جمله انت نعطيك الفرق مثلا تنقول كنت اكل الوغ هنا لامبارفي ولكن لو قلت لك اكلت هنا لو باسي كومبوزي حيت حدث داز بالزربه ولكن كنت اكل واستغرق واحد المده زمنيه تتمنى ان تكونوا ميزتوا حاولوا تركزوا معايا نعطيكم كيلكو زيكزامبل باش تفهموا ركزوا معايا باش نشرح لكم اكثر تدقيق ان شاء الله ركزوا معايا في هاد لي دو فراز اللي غادي نعطيكم مثلا تنقول لك جو voulais te parler. Je voulais te parler. Mais, tu as accroché plus vite. Je voulais te parler, mais tu as accroché trop vite. Je voulais. هنا لو فيرب فولوار لي تيرمينيزون ديال لامبارفي هما هادو عقلوا عليهم ا اي اس ا اي اس ا اي تي اي او ان اس اي او زد ا اي او ان تي هادو هما لي تيرمينيزون ديال لامبارفي عقلوا عليهم ا اي اس ا اي اس ا اي تي اي او ان اس اي او زد ا اي او ان تي هادو هما لي تيرمينيزون اللي تبقاو نديرهم هنا قلت لك كنت اريد دو بارلي التكلم معك التكلم حتى تو تتعود عليك بارلي معك اتفقنا يعني اتكلم هذا اتكلم تو تتعود عليك معك جو فولي دو بارلي كنت اريد التكلم معك لاحظتوا عقلتوا على الكلمه اللي قلت لكم قبيله ديال فاش نبغي نستعمل لامبارفي تندير فاش بغيت نقول كنت مترجمه باللغه الفرنسيه تندير لامبارفي الوغ ها هي هنا كنت اريد التكلم معك مي ولكن الوغ هنا غادي يحدث حدث اخر mais tu as accroché plus vite accroché قطعت عندها علاقه بالخط فاش تكون تدوي بالتليفون mais tu as accroché ولكن قطعت ما قلتوش كنت تقطع قطعت الخط بسرعه يعني هنايا قطع الخط ها هو شوفوا معايا tu as لي تيرمينيزون هنا ا اي نحاول نكتبو هانتوما حاول نكتب هنا لي تيرمينيزون ديال الباسي كومبوزي على حساب واش يتصرف هنا بلا ما نكتبهم حيت على حساب واش يتصرف مع لوكسيليغ ات ولا افوار الا كان مع افوار نديرو ا اي ا اس ا وتبقاو غاديين افون افي اون عاوتاني الا كان مع باسي كومبوزي سوي اي وتبقاو غاديين صافي قلنا صوم ات وصوم حاولوا تعقلوا عليهم راه عندكم بزاف المهم تو يا اكروشي هنا قطعت بسرعه يعني هنا الحدث داز في رمشه عين باغ كونتر هنا كنت اريد يعني الحدث كان مستمر كان طويل بحال انا تندوي معاك كنت باغي ندوي معاك وانت قطعتي عليا قطعتي بسرعه يعني ما خليتينيش ندوي معاك تعقل ولا تعقل تتمنى ان الفكره تكون واضحه نزيدكم اكزومبل اخر باش تشوفوا الاستعمالات الاساسيه ديالو تابعوا معايا نشوف نزيدكم اكزومبل مثلا تنقول لك ازرق كيف درنا تيخصو غير شويه ديال التركيز والخدمه مثلا il était malade. Donc, ou alors, بحال هذا تسمى
complément circonstancié de la conséquence. Donc, il a quitté la salle. Il était malade. كان le verbe être. كان مريض. إذن quitté. Le verbe quitté تركة. إذن تركة الغرفة. تركة. هنا كان مريض حدث طويل في الماضي. تفقنا في الماضي. تركة حدث في لحظة معينة ترك الغرفة. تفقنا ولا تفقناش. إن هذا هو لا ديفيرونس بين لو باسي كومبوزي إلا امبارفي. سي سامبل ماشي شي حاجة اللي هي صعيبة. يكفي أنك تركز. ما فهمتيش مزيان أنا سهلت لك. تسهل وفاش تبغي تقول كنت تستعملو باغ كونطرا قلنا ليتيليزاسيون ديال هاد لو فار في لامبارفي فاش نبغيو نديرو ديسكريبسيون فاش نبغيو نهضرو على شي حاجه دابيتود فاش نبغيو نهضرو على اون اكسيون اون بروغريسون دون لو باسي يعني هنا تنستعملو لامبارفي باغ كونطرا لو باسي كومبوزي تنستعملو فاش يكون واحد الحدث صغير تيمر بسرعه فائقه في الماضي هذا هو لا ديفيرونس بين هاد لي دو هذا من بين الدروس الاكثر شيوعا والاكثر جدلا وتيخلق بزاف ديال الصعوبات للتلاميذ في تعلم اللغه الفرنسيه وان شاء الله مستقبلا غادي ندير لكم دروس اللي تتلقى صعوبات ولا تتلقاو فيها صعوبات غادي نحاول نشرح لكم بطريقه بسيطه تنتمنى انكم تفهموا وتنتمنى انكم ديروا لي دي فراز في لي كومونتير فيهم لامبارفي اي الباسي كومبوزي وقولوا لي واش فهمتوا لا فيديو ولا لا على امل يلقى بكم في فيديوهات جايه ودروس جايه نقول لكم السلام عليكم.